بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا أبدأ الأول كلامي بتوجيه الشكر، كل الشكر وكل التقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد وأسرة كل مصاب. والحقيقة أنا كنت عايزكم تبقوا دايماً أقول إيه، أسمعكم الكلام اللي بيقولوه الأسر، الأهالي، الأب والأم والزوجة اللي قدموا أبنائهم أو أزواجهم. يعني كلام عجيب والله، كلام عجيب والله، إن هما بيتكلموا كده ويقولوا الكلام اللي أنا ما كانش ممكن أبدأ كلمتي غير ما أقول طالما في مصر شعب وأسر، وزي ما أنتوا شايفين كلهم أسرنا، يعني ناس كلها بصاد زينا، لكن واللي راح سند وظهر وضنا أبدا، كل كلمة تتقال كلمة طيبة، كلمة رائعة، مستعدين ونقدم أكتر. والأب يقول لي وأنا كمان، فمن فضلكم نحييهم. الأغنية اللي فاتت كانت بتتكلم على إن الشهداء اللي يعني قدموا أرواحهم ودمائهم، والمصابين اللي قدموا جزء من أجسامهم عشان تفضل مصر هي مصر. وأنا الكلام ده يمكن تحدثت فيه قبل كده وقلت إن العهد مننا إن إحنا زي ما هم حرصوا إن هي ما تضيعش، إحنا كمان نحرص على أن هي تفضل موجودة، مش موجودة بس كده، لا، موجودة بما يليق بدم كل شهيد وروح كل شهيد. صحيح. وأنا عايز أقول لكم أن لما بدأت معركتنا مع الإرهاب في 2013 و14 ولغاية يمكن شهور قليلة مضت، كانت كل الناس اللي كل المصريين ويفتكروا كده، كانت الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل كده على طول ولا ايه، هو الكابوس ده هياخدنا وياخد اولادنا ولا ايه. وكنت واثق من الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا الشر، ابدا لا يمكن ابدا ينتصر على اهل الخير، اهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعة وقسوة وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم، لا يمكن أبداً هتنجح. في النهاية الخير هينجح. وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه قلنا يا ترى نحاربهم وانت البلد تستنى كده، ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده. فكانت كان القرار لا، احنا هنحاربهم وهنبني وهنشتغل واحنا بنقاتل، ومحدش كتير بيعمل كده. وده كان من فضل ربنا علينا، ده كان من فضل ربنا علينا ان احنا مشينا بالطريقه ديت. انا عايز اقول لكم ان اللي اتحقق حتى لو انتوا شايفينه كتير هو قليل جدا من المستهدف والمطلوب، لكن عايز اقول لكم ان الظروف اللي بتمر على الدنيا واللي احنا جزء منها بتقول ان المسار ده لو احنا كنا بنفكر نعمله دلوقتي، مش هكون مبالغ لو قلت لكم ان قد تكون التكلفه ضعف التكلفه اللي احنا يعني اتكلفتها هذه حجم البنى اللي تم خلال السنين اللي فاتت.
فده كان كله من دم أبنائنا ودم أبنائنا. أبنائنا يعني كل أسرة، كل أسرة يعني كل مصري. الناس كانت بتقدم ومش شايفة غير أنها تقدم ولادها، ومعدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة في أصعب الأوقات، في أصعب الأوقات وفي أكبر نسب خسائر تحققت لم يتوقف أبداً، لا جندي ولا ضابط صف ولا ضابط، نفس المعدلات هي ويمكن زادت، وأنا مش مبالغ لما بقول لكم كده، يمكن تكون زادت. فالحقيقة يعني الشعب اللي يعمل كده ده بيبقى كرم من ربنا، ولازم ربنا كمان يساعده. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. عايز أقول يعني كل شيء يهون بقى، كل شيء يهون، لكن تفضل مش البلد دي نحافظ عليها، لا، كلمة نحافظ عليها ما بقتش كفاية دلوقتي، نبنيها ونكمل بناء، نبنيها ونكمل بناء. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، نحتفل اليوم معا بذكرى عزيزة على نفوسنا، نستحضر فيها بطولات رجال صدقوا الوعد وبذلوا كل غال ونفيس من أجل أن يحيا هذا الوطن كريما أبيا مرفوع الرأس، رجال رفضوا الاستسلام وأثروا المقاومة بشرف وبسالة، ضاربين المثل للأجيال من بعدهم ومؤكدين أن مصر الحرة الكريمة تستحق منا كل فداء وتفان وتضحية. ويمثل الاحتفال بيوم الشهيد في كل عام مناسبة متجددة لتكريم أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضاً بالحياة مثمراً بالخير والسلام والنماء. ونتذكر معاً تلك التضحيات التي قد لا يشعر بحجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيداً أو مصاباً روى بدمه تراب هذا الوطن. إن هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل أو أي مواطن يؤدي دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن، وإنما نكرم فيه أيضاً عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحيا شعب مصر العظيم في سلام وأمان واستقرار، ولتؤكد مصر أنها غنية بأبنائها الأوفياء جيلاً بعد جيل يسلمين راية الوطن مرفوعة خفاقة ومنتصرة بعزة وكرامة، وأن هذه الراية لن تنتكس أبداً بإذن الله، ثم بفضل عزيمة هذا الشعب العظيم وأصالته وتضحياته. شعب مصر العظيم، لا يفوتني في هذه المناسبة وكما اعتدنا أن نتوقف معاً لنلقي نظرة شاملة على مسيرتنا التي بدأناها سوياً، وذلك انطلاقاً من سياستنا الثابتة بعرض الحقائق عليكم لمواجهة التحديات معاً من منظور واقعي وحقيقي ومباشر، وذلك سعياً نحو تحقيق النهضة الحقيقية الشاملة التي نطمح لها جميعاً وللأجيال التي ستأتي من بعدنا، نهضة تليق بعظمة وتاريخ بلادنا. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة الأعزاء أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية
الكثير من التحديات غير المسبوقة على كافة الأصعدة. فعلى المستوى العالمي ظهرت جائحة كورونا واندلعت بعض الصراعات والنزاعات التي أثرت بشكل جذري على هيكل الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد العالمية وزيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار. ومن قبل الجائحة وتلك الصراعات اجتاحت سائر أنحاء المنطقة موجات من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني وانهيار لبعض الدول وتفكك مجتمعاتها وتفشي خطر الإرهاب، والتي كانت لتطال وطننا الحبيب لولا عناية الله ولطفه. أما على المستوى الداخلي فلقد واجهت مصر ضغوطاً شديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته. ويشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات في مواجهة تلك التحديات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. وأقول لكم بكل الصدق إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين والفهم الدقيق لظروف مصر، فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به، وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعاً كريماً له ولأبنائه. شعب مصر العظيم، في نهاية كلمتي ونحن نحتفل بيوم الشهيد، فإنني أعلم جيداً أن أقصى لحظات تمر بها النفس هي لحظات الوداع، وأدرك كذلك أن القلوب تعتصر ألماً حينما يشتد الحنين لرؤية الأحباب، لكنني أوقن أيضاً أن تلك الآلام والأحزان سرعان ما تتبدل وتتغير إلى مشاعر من الفخر والعزة بما حققه شهداؤنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل مصر. ولا يفوتني هنا أن أنقل تقديري وتقدير شعب مصر العظيم لأسر شهدائنا الأبرار على صبرهم وتحملهم واحتسابهم، ولا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء بأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، ويديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان، ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.